النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة إليكم. نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم. تتأثر المملكة كما تعلمون وكما أسلفنا سابقا بمنخفض جوي. هذا المنخفض الجوي هو مصنف من الدرجة الثانية، أي الدرجة العادية، وهناك جبهة هوائية باردة يتوقع أن تعبر المملكة خلال ساعات الليلة القادمة. هذا المنخفض الجوي يؤثر على المملكة مع ساعات مساء يوم الأحد، ويزداد تأثيره أثناء الليل ليلة الأحد على الاثنين، ويستمر تأثيره لنهار يوم غد الاثنين حتى ساعات المساء، وتندفع كتلة هوائية باردة لمع هذا المنخفض الجوي خلف هذه الجبهة الهوائية الباردة لتغطي كامل مناطق المملكة مع ساعات نهار يوم غد. هذا المنخفض الجوي المصنف من الدرجة الثانية هي الدرجة العادية. هناك توقعات بأن تكون كميات الأمطار ما بين 10 إلى 40 ملم في العديد من المناطق، تبلغ سرعة هبات الرياح حوالي 70 كم بالساعة. تأثر المناطق الشمالية والوسطى بشكل رئيس بهذا المنخفض الجوي، في حين تكون بعض التأثيرات على الأجزاء الجنوبية والشرقية للمملكة. مدة تأثير المنخفض 30 ساعة، درجات الحرارة بين 3 إلى 8 درجات، أجواء باردة للغاية في العديد من المناطق. هناك فرصة ضعيفة لأن تتساقط زخات من الثلوج فجر يوم الاثنين فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية في جبال الشرة. انتقالا لتوقعات النماذج العددية الحاسوبية للأمطار وتأثيراتها على المملكة خلال ساعات نهار هذا اليوم. إذا النهار هذا اليوم يوم الأحد، هناك فرص تزداد تدريجيا لهذه الأمطار في المناطق الشمالية من المملكة على وجه التحديد، ولكن تسود أجواء مستقرة تقريبا في كافة مناطق المملكة مع نشاط متوقع في سرعة الرياح التي تزيد من الإحساس أيضا بالبرودة أحيانا وتثير الأتربة والرمال في بعض المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة. مع دخولنا في ساعات الليلة الأولى تبدأ جبهة هوائية باردة عالية الفعالية بعبور أجواء المملكة بدءا من المناطق الشمالية من المملكة، بحيث يتحول الطقس هناك في شمال المملكة ليصبح باردا وغائما وماطرا على فترات. هذه الأمطار قد تكون هناك غزيرة أحيانا وتترافق مع حدوث الرعد وربما أيضا تساقط البرد. هذه الأمطار وهذه الجبهة الهوائية الباردة تمتد نحو العاصمة عمان مع ساعات منتصف الليل أو ما قبل بقليل، يعني حول منتصف هذه الليلة، حيث كما نلاحظ الساعة 23 أي تقريبا حول منتصف هذه الليلة، وتكون الأمطار غزيرة وتمتد ذات الأجواء من المناطق الشمالية باتجاه المناطق الوسطى من المملكة، وتكمل طريقها إلى أيضا أجزاء من المناطق الجنوبية من المملكة بمشيئة الله تعالى خلال ساعات ما بعد منتصف الليل. بعض من هذه الأمطار قد يكون على شكل زخات ثلجية فوق المرتفعات الجبلية أو قمم المرتفعات الجبلية الشاهقة الجنوبية في جبال الشرة مع ساعات فجر يوم الاثنين، وتستمر الأمطار بالهطول في أجزاء واسعة من شمال ووسط المملكة. بعض من هذه الأمطار الزخات تكون غزيرة أحيانا بشكل كافي لتجري به الأودية والشعاب وتتشكل السيول ويحدث ارتفاع في منسوب المياه في بعض مناطق التجمعات المائية. تستمر فرص هطول الأمطار بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين، وخاصة في المنطقتين الشمالية والوسطى على وجه التحديد بما فيها منطقتي ومحافظة مأدبة والكرك والأجزاء الشمالية من المناطق الجنوبية تتركز بهما الأمطار، وتستمر هذه الأمطار بالهطول بشكل متفاوت ما بين الحين والآخر خاصة في المناطق الوسطى والشمالية من المملكة حتى ساعات مساء يوم الاثنين. تتراجع فرص الأمطار بشكل تدريجي مع ساعات المساء الأولى ليوم الاثنين، و تتناقص أحيانا السحب في بعض الأجزاء، ولكن تبقى فرص لبعض الزخات المحلية من الأمطار في المناطق الشمالية من المملكة بمشيئة الله تعالى. بالعودة إلى توقعات الأحوال الجوية في العاصمة عمان لهذا اليوم، السمة الأساسية للأجواء هي الرياح النشطة بشكل عام، لا أمطار متوقعة خلال ساعات النهار، درجة حرارة منخفضة العظمى فقط في عمان 11 درجة مئوية، وهي بالمناسبة أقل من المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، وأيضا تكون هناك نشاط في سرعة الرياح، الأمر الذي يزيد من الإحساس بالبرودة أحيانا وبشكل متفاوت ما بين فترة وأخرى. توقعات الأحوال الجوية للأيام القادمة، إذن اليوم الأحد 11 درجة مئوية مع أجواء تصنف بينها رياح نشطة، في ساعات الليلة القادمة أجواء غائمة وماطرة بشكل عام وباردة، درجة الحرارة صغرى 6 درجات مئوية. غدا الاثنين أجواء باردة بشكل كبير، هناك انخفاض ملموس على درجات الحرارة، تصبح درجات الحرارة أقل بكثير مما هو معتاد عليه
لمثل هذا الوقت من العام، درجة حرارة 7 درجات مئوية مع أجواء غالبا غائمة وزخات للأمطار، وتكون ضبابية فوق المرتفعات الجبلية العالية. في ساعات الليل تنخفض إلى 5 درجات مئوية وتضعف فرص هطول الأمطار بشكل واضح في أغلب المناطق. يوم الثلاثاء يتوقع أن تنشط الرياح بشكل كبير في ساعات النهار، وسط درجات حرارة أيضا تبقى منخفضة ودون معدلاتها، تسجل حوالي 9 درجات مئوية في ساعات النهار. أما في ساعات الليل فمن المتوقع أن يتزايد تأثر المملكة بمنخفض جوي مصنف بأنه من الدرجة الثالثة، أي درجة المتوسطة إلى عالية الفعالية. يتزايد تأثر هذا المنخفض الجوي تدريجيا مع ساعات ليلة الثلاثاء على الأربعاء، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، يتحول الطقس أصبح بارد وغائم وماطر أيضا في مناطق مختلفة من المملكة. تترافق هذه الأمطار مع تساقط لزخات من البرد. بالنسبة لفرص تساقط الثلوج يوم الأربعاء، كما ذكرنا يوم أمس، هناك فرص جيدة لتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية، وسيكون لنا المزيد من التفاصيل والوقفات خلال بقية هذا اليوم حول المنخفض الجوي الجديد المتوقع أن يؤثر المملكة يوم الأربعاء. ختام هذه النشرة بالتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة، والتي سنبدأها شمالا من إربد 14-8، 13-7 جرش، 11-6 عجلون، وفي المفرق 13-7 درجات مئوية. فيما إذا انتقلنا للمناطق الوسطى، العاصمة عمان 11-6، مأدبة 12-6، السلط 14-8، وفي الزرقاء 13-9 درجات، في حين تكون في البحر الميت من 20 درجة مئوية في ساعات النهار، تهبط ليلا إلى 14 درجة مئوية. انتقالا إلى المناطق الجنوبية من المملكة، تكون في الكرك 9-3، الطفيل 11-4، في جبال الشرع من 8 إلى 3 درجات مئوية، في معان 11-5، أما في خليج العقبة فترتفع العظمى إلى 21 درجة مئوية في ساعات النهار، بينما تكون الصغرى ليلا 13 درجة مئوية. ختام هذه الجولة من المناطق الشرقية المملكة، تكون في رويشد 14-6، الصفاوي 14-7، وفي الأزرق 15-9 درجات مئوية، مع رياح نشطة تسود في هذه المناطق بمشيئة الله تعالى. قبل ختام هذه النشرة، هناك بعض التوصيات الهامة بشأن هذه الأحوال الجوية السائدة. الأمر الأول هو من الانتباه من مخاطر جريان الأودية وتشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في ساعات الليلة القادمة بسبب هذه الأمطار. الأمر الآخر هو ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية العالية في ساعات هذه الليلة وصباح يوم غد بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض التي تعيق مدى الرؤية الأفقية. الأمر الثالث هو ندعوكم دائما إلى مراعاة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة في ظل هذه الظروف الجوية الباردة. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية حتى اللحظة. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم. دمتم دائما بخير. إلى اللقاء.